التقرير اللي قدمنا التوصيات اليوم ديالو اللي كيهم مجموعه من المحاور الاساسيه ذات الصله بالحريات العامه والفرديه والمساواه بين الجنسين. هذا التقرير هذا اللي قدمناه في اطار الجوله الرابعه من الاستعراض الدولي الشامل تضمن واحد المجموعه ديال التوصيات ذات الصله بالنهوض اوضاع حقوق الانسان في بلادنا من خلال مجموعه من المحاور. اولا باش نتكلم هو في اليه الاستعراض الدولي الشامل كانت بدات في الجوله ديالها الرابعه انطلقت بتقديم الجمعيات لتقاريرها الموازيه عند حدود نهايه شهر مارس 2022. هاد التقارير هذه اللي نقدروا نكونوا حنا فخورين بها على اساس انه المجتمع المدني هاد التقارير ديالو لقات صدى في التقرير التركيبي الصادر على الفريق العام المعني بالاستعراض الدولي الشامل. وهاد التقرير التركيبي هو اللي كيقوم بتجميع مختلف التقارير الموازيه لا سواء التي تم إصدارها على المستوى الوطني ولا التي تم إصدارها على المستوى الدولي، يعني من طرف المنظمات الدولية غير الحكومية. وكنوجدوا على أنه المجتمع المدني باعتبار الدينامية ديالو على المستوى الوطني قدر على أنه تبرز المواقف ديالو بشكل أكبر في هذا التقرير التركيبي. من بعد ذلك دينامية عدالة هي قدمت التقرير ديالها وصلنا للجلسة التمهيدية للجولة الرابعة من الاستعراض الدولي الشامل اللي كانت في نهاية شهر غشت وقدمنا تصريح شفوي آنذاك، وهذا دائما في إطار الترافع ديالنا على مستوى المنتظم الدولي. وأيضا كانت فرصة على هامش الجلسة التمهيدية أنا درنا واحد مجموعة ديال اللقاءات مع ممثلي البعثات الدائمة للدول بمجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة، وكان عندنا لقاءات تما متعددة من أجل باش نقنعوا الدول اللي غادا تقدم توصيات فيما بعد، نقنعوها بالتوصيات ديالنا والمقترحات ديالنا والخلاصات اللي خلصنا لها انطلاقا من العمل الميداني اللي كنديرو. دونك وصلنا لشهر نوفمبر 7 نوفمبر تقدمت المملكة المغربية 306 توصية من طرف مجموعة من الدول. انا غادي نتكلم على الشق اللي كيهمنا في المنتدى المغربي الصحفيين الشباب على التوصيات المتعلقه بحريه الراي والتعبير. نقدر نقول ان استطعنا ان نحققوا واحد انه نسمعوا الصدى ديال التقرير ديالنا في الشق المتعلق بحريه الراي والتعبير، حيث تم تبني 10 توصيات من طرف الدول، تقدمت 10 توصيات للمملكه المغربيه. المملكه المغربيه نورمال مخصة تجاوب في الدوره 52 ديال المجلس الوطني ديال مجلس حقوق الانسان بجنيف في مارس المقبل. كنتمنى على انه يكون الجواب كنتمنوا حنا كمجتمع مدني من خلال حتى حنا بيان سور حنا انه يكون الرد على هذه التوصيات هذه والموافقه عليها بالايجاب في اطار هذه الجوله الرابعه من اليات الاستعراض الدولي الشامل، وما يوقعش بحال اللي وقع في الجوله الثالثه اللي كانت على هذه الحكومه السابقه سنه 2017 واللي تم فيها في الصراحه رفض واحد المجموعه ديال التوصيات ذات الطبيعه الجوهريه من طرف الحكومه المغربيه انذاك. كنتمنوا على انه دابا يكون الوضع مختلف وانه تم الموافقه على هذه التوصيات ذات الصله بتعزيز حريه الراي والتعبير في بلادنا. بطبيعه الحال في المجتمع المدني المغربي غادي يكون عنده واحد المسؤوليه وانه يحاول يقنع صناع القرار يعني بواسطه مختلف الاليات يقنعهم بانهم بالموافقه على التوصيات التي قدمت للمملكه المغربيه والتي كامله كتمشي في اتجاه ديال ضروره ملائمه تشريعاتنا الوطنيه مع المواثيق الدوليه واساسا في حريه الراي والتعبير في الشق يعني اللي كنهضروا فيه حنايا اساسا الماده 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والتفسيرات ديالها واساسا التعليق 34 الصادر على اللجنه المعنيه بحقوق الانسان. سيوري رئيسة جمعية عدالة من أجل حق المحاكمة العادلة ومنسقة دينامية عدالة اللي تأسست منذ 2017 وضمت مجموعة الجمعيات. اليوم عندنا تقريبا 70 جمعية وائتلاف وشبكة حقوقية ومدنية وتنموية أيضا من أجل إعداد واحد التقرير موازي للتقرير الرسمي للحكومة اللي قدمته في إطار آلية الاستعراض الدولي الشامل في 2022، وكانت البداية في 2017. واكبنا كل التوصيات التي تمت المصادقة عليها والتي رفضت جزئيا أو رفضت كليا، وحاولنا الانطلاق في هذا التقرير من تقييم تنفيذ ديال التوصيات اللي خاد بهم المغرب سواء جزئيا أو بشكل كلي، وارتكزنا على التوصيات أيضا اللي بقت عالقة وكانت جزء من التوصيات ديالنا في المرحلة السابقة باش نعود نأكدوا عليها، وانطلقنا من تقييم عمل موضوعي لكل هذا المنجز الحكومي
القومي اللي يتلخص في منجزات تشريعية، ولكن في التقييم ديالنا اعتبرناها تشريع دائما مجزأ وغير شامل وغير متلائم مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية. أيضا على مستوى الآليات الحمائية وآلية تدبير وتنفيذ هذه القوانين التي اللي هي غير مواكبة وغير مؤهلة للقيام بهذا العمل، سواء وجدت حتى في حالة الوجود ديالها، اعتبرنا أنه هناك ارتباك لن أقول في التشريع ولكن أيضا في تدبير سياسات الحكومية في مجال إقرار هذه الحقوق والحريات، وهي أساس حرية التعبير بكل مجالاته وحرية التظاهر والتجمع والحق للحصول على المعلومة. هذه الدينامية عرفت محطات أساسية يمكن لخصها في نقاط قوة أساسية، هي استمرار في دينامية تتشكل من مجموعة من الجمعيات والائتلافات من أجل تشكيل آلية للضغط والقوة اقتراحية، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى آليات المعاهدات الدولية وأساس آليات الاستعراض الدولي الشامل، أيضا على مستوى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاوض، وعلى مستوى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وعلى مستوى أيضا المواصلة ديال التتبع ديال التوصيات ليس اللحظي ولكن بشكل منذ صدور التوصيات إلى غاية تنفيذها أو عدم تنفيذها في انتظار الاستعراض الدولي الشامل المقبل. أيضا هذه الدينامية اليوم قامت بعدة محطات قبل الوصول إلى إخبار الرأي العام بهذه بخلاصة هذه التوصيات. قمنا بمحطات عديدة، هي الحضور في اللقاءات والجلسات التمهيدية للاستعراض الدولي الشامل، وكنعتبرها مهمة لأنها هي محطة تتيح لنا فرصة حشد المناصرة من طرف البعثات الدائمة هناك، والتقينا بحوالي 11 من أصل 14-11 البعثة الدائمة هناك، وكنعتبروا أنه كانها أثر، لأنه من على مستوى حرية التعبير من أصل 15 توصية حصلنا على 10 توصيات اللي تم التبني ديالها من طرف لجنة الاستعراض الدولي الشامل. إذن أيضا كانت لنا فرصة لتقديم بلاغ باسم الدينامية عرضنا فيه ليس فقط التوصيات، ولكن أيضا وقفنا على بعض الانتهاكات التي طالت سواء محاكمة الصحفيين أو التي طالت المنع من الوصولات المؤقتة أو النهائية، أو المنع من استعمال القاعات بالنسبة لبعض الجمعيات، أيضا المنع لبعض التظاهرات والتدخل باستعمال القوة المفرطة والتعسف بدون أيضا إعمال عدم الإفلات من العقاب، ووقفنا على عدة حالات وهي التي تم عرضها في مجلس حقوق الإنسان. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.